الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. عسلامة شيماء طالبي من سوسة، نقرأ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بقروان رقادة تحديدا. به برشا ستريس بالرسمي، برشا ضغط، سورتو ما نكذبش على يعني عليا وعلى سي سالم اللي كان مأطرنا من الأول، ومجدي الأورجانيست اللي معنا نحب نشكره ياسر اللي تعب بالرسمي برشا الأيامات الأخرى، ولميت الجروب اللي أسمى اللي عندهم أصوات طلعهم راه وحدك يعني ما تتعبش. جوست العباد فما عباد مغرومة، مش أصوات أنا مغرومة. احنا من الأول كان كونسيبت كورال ومن بعد كي بدلنا معناها، ولا فما فردي نعطيو فرص للطلبة باش يشوفوا كيفاش راه ينجم يكون الكومبلكس منبع مش انك تخرج منه. فهمت. محمد ايوب همامي، طالب في المعهد العالي دراسات تكنولوجيه برقاده بالقروان، اصلي من ولايه باجه معتمدي التستور. والله العرض هذا جاء فجاه حقيقه، عندنا بريود قصيره من اللي بدينا نحضره، من بوا جمعتين اقل بدينا نحضروا العرض هذا. خرجت حاجه من السنه وبالتوفيق من ربي سبحانه وبالخدمة، ونشكر سايمة اللي هي تعرفت علينا وهي اللي لمت الجروب ويعطيها الصحة، ونشكر الناس كل على الظروف الملائمة اللي خلتنا نختم بمناسبة اختتام المهرجان الثقافي. الاختتام كان في رقادة، الافتتاح كان في المهدية، والاختتام اليوم إن شاء الله في رقادة. إن شاء الله فما كما ريتوا كما حضرتوا أجواء كبيرة. بديناها بالرسم، ورشة الرسم توا كانت ورشة الموسيقى، وما زال بعد المسرح، وإن شاء الله هذا كل في إطار مش الطالب نخرجوه من الإطار متاعه، الإطار القراية، علاش خطر ربي يصير أي طالب راهو أكيد راهو عنده فاش يبدع وعنده فاش كسوة معناها نشاطات أخرى. ألور نحن لهنا أوني بور الطالب باش ينشط باش ما تنجم تكون كان شاكر للظروف وللجامعة ولدار الثقافة وللناس اللي جات وتنقلت من جهات، فهمت، باش يزرعوا على الأقل ولو جزء من إعادة بث الروح، خاطر أنا كي شفت الأفيش مكتوب عليها عودة الروح، فهمت، هذه تتسمى عودة الروح، لا غونيسانس لا غيسوسيت، معناها طائر الفينيق اللي عاود يقوم من الرماد متاعه ويصنع ويبث حكاية جميلة بريش والملون. دونك اليوم شفنا الألوان فين، في أنه فما ناس من سوسة، ناس من المستير، ناس وهذوما هما بيدهم، تلقاهم يقراوا في سوسة لكن تلقاهم من مناطق أخرى، مناطق داخلية ولا من تونس ولا من أي بلاصة، فهمت. دونك هاللمة هذه الحلوة اللي خرج فيها ما كانش بحسابات ولا شكون جاي وشكون ما جايش، فهمت، شفت الجو، الابتسامة مرسومة على وجوه الناس، حتى الشيء اللي يتقدم معناها ولا نوعية الفرجة اللي صارت كانت فيها مراوحة من الأول، وقت اللي جاوا استقبلوهم بالجو متاع الحزب والجو هذاك اللي فيها حياء للموروث متاعنا، وربما في حتى الموروث القيرواني وخصوصية قيروانية حاولنا أن نوصلوها ولا حاولوا، ونقول حاولنا خاطرنا ديما نحكي بلغة الجمع لأني روحي يمبليكي في الأشياء الكل، فهمت. أنا شخصيا كان اكتشاف بالنسبة لي أنا، لأنه المجموعة اللي طلعت كان فما بوتنسيال متاع أصوات جميلة، فما فكرة قاعدين يخدموا عليها، الانستالاسيون ولا كيفاش وقفوا سيرسين، فهمت، هذوما الكل فيهم هكا بسواديزون لوغ توش الإرادة والناس الكل تحط يديها في دين بعضها. الحديث هذا اللي نقول فيه ولا ممجوج قلناه برشا، نحط يدينا في دين بعضنا ونقدموا مع بعضنا وكذا ودرا شنو، هاني مرة أخرى نعاود نجدد النداء، مدوا يديكم لدين بعضكم. وعندي صديقي شعيب بشر اللي هو يعمل تكنيك في دار ثقافة ويتلهى بالضوء والصوت وكذلك التصويرة، شعيب يقول لك عنده مثل من الأمثلة المصرية، يقول لك أعطي العيش لخبز، دونك أعطي العيش لخبز. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.